تحدى أحمد فتحي ووليد سليمان وكماني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش. وقام الثنائي فتحي وباكا بالجري حول الملعب فيما أدى سليمان جلسة في الجيم على هامش المران الفريق استعدادا لمواجهتي أياكس أمستردام الودية في مهرجان اعتزال حسام غالي يوم 11 مايو الجاري في الإمارات ومباراة كامبالا سيتي التي تقام يوم 15 من نفس الشهر في ثاني جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. يغيب جونور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة كامبالا سيتي الأوغندي التي تقام يوم 15 مايو الجاري في ثاني جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن صعوبة لحاق اللاعب النيجيري بالمباراة بسبب إصابة شد في العضلة الخلفية التي يعاني منها والتي أبعدته أيضا عن مواجهة الترجي السابقة. ويخضع أجايي لبرنامج علاجي من أجل تجهيزه بشكل أمثل. شارك سعد سمير وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقوة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الاثنين. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري فضل عدم الدفع بالثنائي في مباراة الترجي التونسي الأخيرة للإطمئنان تماما على جاهزيتهما للمباراة. ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي معلول وسعد سمير من أجل الاستعانة بهما في مباراة كامبالا الأوغندي المقرر لها 15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. أدت مجموعة اللاعبين الذي خاضوا مباراة الترجي التونسي الأخيرة تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على هامش ميران الفريق الذي يقيم على ملعب التتش بالجزيرة. وبدأ الأهلي استعداداته اليوم لرحلتي الإمارات وأوغندا حيث يستعد الفريق لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي الجمعة المقبل. ويعقبه السفر إلى أوغندا لمواجهة كامبالا الأوغندي في 15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.